وانا ايه اللي يخليني اقابل ابني بره البيت يا عادل؟ ما تفهمني يا ستي. هو اللي مصمم اي مكان ما عدا البيت، انا مالي؟ تعالي بس اهو ابنك اهو، افهمي منه اللي انت عايزاه. ازيك يا عدنان؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا حبيبي؟ تعالي اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ماما اتفضلي. امك هرياني اسئله من ساعه ما خرجنا من البيت، احمد عايزني في ايه؟ واشمعنى بره البيت؟ طب اهدى بس وانا هجاوبكم على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. اخر مره قعدت في مكان زي ده كان مع ابوك الله يرحمه. تكونوش جايبيني هنا تفكروني بالذي مضى؟ لا لا انا قلت بس يعني نيجي نتكلم هنا في الروقان كده بعيد عن الدوشه، عشان عايزك في موضوع مهم يعني، مش عايز حد ترمي كلمه مره وترمي كلمه يعني. ايه بقى الموضوع المهم ده؟ لا ما تبصليش البصه دي، والله العظيم ما اعرف اي حاجه زيك بالظبط. اسال ابنك. ما تتكلم يا احمد. حاضر يا عادل، بس نشرب حاجه الاول. انا مش عايز اشرب حاجه، انا عايز افهم انت جايبنا هنا ليه. ماما هقول لك يا ماما بس من غير عصبيه. اللهم طولك يا روح، ما دام بتلف وتدور كده يا احمد يبقى الحكايه فيها كارثه. كارثه؟ ما تتكلم يا ابني قلقتنا. اتجوز هند. هند؟ لا لا وكتاب الله انا مش ناقصه جناه. هند مين دي بقى اللي هتتجوزها؟ استني بس يا امي، هند بنت عم امين اللي انت كنت خاطبها؟ اه يا عادل هي هند، ولا اعرف هند غيرها. حوستي انت كنت سبتها ليه من الاول؟ يعني انت هتسيب مراتك يا احمد؟ لا طبعا مش هسيبها عادي. وهي موافقه على الكلام ده؟ لا لا، هي اللي طلبت مني اتجوز هند ورحت لها البيت كمان. لا هي مراتك حصل لها حاجه في نافوخها عايزاك تتجوز عليها؟ اقنعتها ازاي بالحكايه دي يا عم احمد؟ ما اقنعتهاش يا عادل، ليلى هي اللي عايزه مني كده. بتقول كلام يتفهم ويخش العقل يا عم احمد. افهمني يا عادل، انا عارف ان الكلام يبان مش منطقي بس في النهايه ده الطبيعي. انا كان من البدايه لازم اتجوز هند، صح ولا لا؟ لا استنى عندك ما تكونيش في الكلام. انت مش لاقي حد يقف قدامك يفوقك؟ تعمل كده في بنات الناس ازاي يا احمد؟ الله مراتك ذنبها ايه؟ وهند اللي ذبحتها بسكينه تلمة ورميتها وفرجت عليها الناس، هتقف قدام اهلها تقول لهم ايه؟ ده رأيي يا احمد مدفوق. انت فاكر نفسك عايش لوحدك؟ يا امي اسمعيني بس، والله العظيم انا زيي زيهم، اتخضيت لما ليلى جت قالت لي ان هي حكت لهند على كل حاجه. كل حاجه اللي هي ايه دي؟ ان انا يعني لسه بحب هند و يعني. يا سيدي مش عايزين نعرف التفاصيل، المهم هند بقى موافقه على موضوع الجواز ده؟ اه موافقه. اه يا لهوي على المرستان اللي انت عامله لي يا احمد، تتجوز مرتين ورا بعض كده؟ تخش العقل ازاي دي؟ اعمل ايه بقى يا امي؟ ربنا كاتب لي كده وخلاص. مبروك بقى.